الفريق الفائز في مسابقة شيل وحط. شيل وحط؟ ايوه. هو فريق محبة ولا سلام؟ سلام ولا محبة؟ ولا محبة؟ هو فريق الفوز ب 19 درجه. عفوا العافيه يا فريق سلام. يعطيكم العافيه والله، هذا فضل الله ثم فضل الجمهور لكم يا مجدي. عوافي ان شاء الله. لو انكم ما فزتوا، لو انكم ما فزتوا في الصيحه هذه كارثه. جملوها الله يجمل حياتكم وايامكم. كارثه كارثه. الفريق الفائز. لا 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 كذا كثير. لا 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 يا جماعه، صلوا على النبي يا جماعه. رفقا بفريق سلام ومحبة، احنا مساكين والله، احنا مساكين يعني. لا مسابقة. الفريق الفائز ولا حتى رتويت تاخذونها بعواقب اللعبة. اللي فاز في الصيحات، الذي يلا عجل علينا، فاز في الصيحات المتواضعة التي قدمتها لكم هو فريق قولها الحمد لله شباب. ايوه يا قاسم قولها قولها. يلا متاكد؟ لا استنى، ما غلط، ما ولا تراب، عدل علينا لين ما يقول الاجابه عبد الرحمن. ايوه يا قاسم تسلم لي يبا. ايوه يا قاسم معقول؟ ترى قبل اخش هذا الفريق الفائز في الصيحات هو فريق محمد. عليكم جمهورنا والله انكم كفو. استنس بس ما فيها درجات. اهم شيء فزت. ما فيها درجات. اهم شيء فزت. الفريق الفائز حنسوي سحب باذن الله. كابون شاليه جميل. يلا نروح خش السلام. احنا فريقنا ان شاء الله دائما وبسم الله وعلى بركه الله ننزل ننزل ننزل. يلا دبانات دبانات حي معانا. يلا نقول نقول وقف ولا باقي؟ ها وقف. ألف مبروك تسنيم عاشقة المجد. ما شاء الله ما شاء الله. فازت بشاليه ونروح لفريق سلام. حلويات زماني إن شاء الله تنبسطوا في هذا الشاليه وتفرحوا. وبسم الله وعلى بركة الله. يلا تفطروا فيه إن شاء الله بكرة ولا بعد أموركم. نقول ها وقفنا. ها نقول الجوهرة فريق سلام تستاهل. فازت معنا بحلويات زماني. إذا الجمهور الكريم الله يعطيكم الصحة والعافية، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا مع الشباب في هذه الفقرة. شالوا حطوا شالوا حطوا الشباب. وأنتم شكرا لكم على تفاعلكم في الصيحات. والله يعطيكم الصحة والعافية، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا.